رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تفضل جلالته بإصدار قانون الاحتراف الرياضي في المملكة، مؤكدا سموه أن هذا القانون سيجعل بشائر الخير أو سيحمل بشائر الخير للحركة الرياضية البحرينية وسيجعلها أكثر تطورا واستقرارا في منظومتها الإدارية والفنية، الأمر الذي سيعود بالشكل الإيجابي على مسيرة تحقيق الإنجازات والمحافظة على المكتسبات. وقال اسمه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح له بهذه المناسبة: شهدت الحركة الرياضية البحرينية تطورا نوعيا بارزا بفضل الاهتمام والدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وحرص جلالته على الوقوف إلى جانب منتسبي الحركة الرياضية الوطنية في سبيل الارتقاء بكياناتها الإدارية والفنية، وهو الأمر الذي اتضح من خلال إصدار جلالته للعديد من المراسيم الملكية التي كان لها دورا بارزا في تحقيق الرياضة لنقلة نوعية في مجالها التنظيمي، ومن بينها قانون الاحتراف الرياضي والذي سينقل الرياضة البحرينية من الهواية إلى الاحتراف. كما أكد سموه أنه كان لدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أكبر الأثر في صدور قانون الاحتراف الرياضي، وذلك من خلال الدعم الكبير الذي حظي به الاحتراف الرياضي من قبل الحكومة الموقرة باعتباره يمثل جانبا من تطور الحركة الرياضية ويمنحها فرصة كبيرة للتحول إلى الصناعة، الأمر الذي يجعل من هذه الرياضة مساهما حقيقيا في الاقتصاد الوطني. كما أشار سموه بما بذله سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة، استجابة من جهود كبيرة ومقدرة من أجل إقرار قانون الاحتراف الرياضي، وذلك من خلال اجتماعاته ومتابعاته المستمرة لإصدار هذا القانون الذي يعتبر من القوانين العصرية التي تستشرف المستقبل للحركة الرياضية. ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدور وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وحرصه الموصول على بذل كافة الجهود والتعاون مع السلطة التشريعية في سبيل إنهاء كافة الإجراءات التشريعية لإصدار هذا القانون. كما أشاد سموه بدعم أعضاء مجلسي النواب والشورى لقانون الاحتراف الرياضي وحرصهم الكبير على إنهاء إجراءاته التشريعية بصورة سريعة تمهيدا لإقراره.